خلونا نروح بقى للشارع المصري اللي نزل حسام الدين رضا زميلنا في 8 الصبح وسأل الناس عن أكتر حاجة إيجابية وأكتر حاجة سلبية اتقالت لهم، لأنه أكيد كلنا بيتقال لنا حاجات سلبية ممكن في بعض الأحيان تحبطنا وممكن تبقى حافز، وكتير برضو اتقال لنا حاجات إيجابية بتكون كنوع من التقدير المعنوي اللي بتفرق كتير كمان في ان احنا نشتغل احسن وننتج احسن وتبقى حالتنا المعنوية والنفسية مرتفعة. خلونا نشوف الناس قالوا ايه لحسام، ايه اكتر حاجة ايجابية واكتر حاجة سلبية اتقالت لهم في هذا التقرير، وبعده هنكمل معاكم باقي فقرات. على قد ما الكلمة بتبان بسيطة وسهلة وصغيرة وما بتاخدش وقت عشان تتقال، بس تأثيرها على اللي قدامك كبير جدا. في كلمة تغير حياة بني آدم الأحسن، وكلمة تحبط بني آدم. أكتر كلمة سلبية إن هما فضلوا يقولوا لي إن قد إيه أنا فاشلة وإن أنا عمري في حياتي ما أنجح وكده، مع إن أنا الحمد لله نجحت في حاجات كتيرة قوي، وكمان فكرة إن أنا عمري في حياتي ما أتخن وإن أنا كان جسمي زمان رفيع جدا دي حاجة أثرت فيا جدا. هو ممكن يعني مش كلمة بس لما حد اللي هو بيستهون كده بيا، أو يعني اللي هو خليك أنت على جنب دلوقتي أنت ما بتعمليش حاجة يعني زي كده. أكتر كلمة سلبية هي دايما تتقال لي أصلا إن أنا رفيعة جدا، يعني كانت بتتقال لي وتخنت ورفعت وحاجات كده، فإن أنا رفيعة يعني يمكن أكتر حاجة كانت أثرت فيا من يعني من جانب سلبي، انه كان مثلا في حد مثلا ساعات يرمي كده كلام مثلا يقعد يقول لي انت هتفلحي في ايه اصلا، انت ايه اللي يعني اللي هتحققيه عامه، وايه يعني الكليه اللي انت بتفكري تدخليها دي اصلا تطلعي منها ايه وكده. دي اعتبر من الجمل اللي كتير سمعتها يعني من كذا حد، ودي بجد كانت ساعات بتحبطني، بس خلاص اللي هو بقيت شايفه انه عادي يعني مش لازم اخد بكلامهم واكمل في اللي انا بفكر فيه عامه. اكتر كلمه سلبيه اتقالت لي كانت اتقالت لي من مدرس، قال لي انت عمرك ما هتفلحي في حاجه وكده كده اصلا مش هتخشي اي كليه، دي هتعيدي السنه. اكتر كلمه سلبيه بالذات في الايام دي اللي هو انت هتدخلي ايه اصلا، في ادبي خلاص تاخرك اي حاجه بقى معهد بتاع مش هتوصل لحاجه، يعني اي كليه مثلا بتكلم عنها كليه ايه دي مش هتدخلي لها. ايجابيه ان انا جميله، يعني كان من كذا سنه كده كان اول حد يقولها لي فكنت مبسوطه قوي لما حد زي ما بقولك يحسسك بقيمتك، العكس يعني لما حد يحسسك بقيمتك او اللي هو او اكتر كلمه بحبها او لما احسها بالذات لما حد يقول انا بحبك قوي او انت غاليه عندي. اكتر بقى كلمه ايجابيه ان انا قد اي حاجه، ما فيش حاجه معينه، بس هو يكفي ان عامه كده ماما طول الوقت اصلا بتقعد تديني بوزيتيف انرجي يعني عامه، يعني فدي لوحدها اصلا كفايه يعني. اكتر كلمه ايجابيه هي دايما من مامتي، هي دايما بتشجعني يعني بالذات في الثانويه العامه دلوقتي، دايما اللي هو ما يفرقش معاكي المجموع، خليك واثقه في ربنا اكتر، هي مش فارق معاها المجموع على قد ما فارق اي كليه تدخليها حققي نفسك فيها، ثقي في ربنا، ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه، دايما كلامها هو كده، فهي اكتر حاجه انا عايزه اصلا انا بحبها جدا جدا جدا. اكتر كلمه ايجابيه قالت لي من مامتي، هي دايما بتقولها لي، قالت لي مهما ايا كانت النتيجه انت عندي اغلى من النتيجه وما تعمليش نفسك كده، وقعدت تديني طاقه ايجابيه كبيره جدا. مش موجوده معايا للاسف، يعني قولي لها حبك ليها، بحبها قوي اصلا.